أعزائي، نواصل دراستنا من مدينة أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن أسلكه بالحكمة. قبل ما نواصل في الموضوع، أنا موجود في طبعا المنطقة القديمة، الشارع اللي يعتبر قلب البلد، اللي مركز البلد، على الجانبين الدكاكين، خلف مكتبة سيلسوس اللي كانت ثالث مكتبة في العالم القديم. وخلينا أقول شيء، يعني مثل ما ذكرت مرارا إنه روما كانت تأتي بثقافتها وبكل حضارتها بأبنيتها وهندستها، وهذا اللي بتشوفه من حولي في كل مكان. أنا موجود يعني صدق أو لا تصدق في مكان الحمامات العام، اللي هو كان يعتبر التواليت العام، كان يعتبر مكان اجتماعي، الناس تيجي لهذا المكان. وخلفي كان بيت الدعارة، بنات مكرسات للإباحية كجزء من عبادات الهياكل أو الهيكل في هذه البلدة. وكمان كان يجوا الرومان بأسلوب حماماتهم، في حمامات البردة والساخنة والساونا اللي هي كانت معروفة عند الرومان، حمامات البخار اللي طبعا الماء الحار وهكذا. اللي عاوز أقوله إنه كان في تطور معماري وهندسي، حتى البلد بنوها بطريقة جميلة، وكان في نظام للمياه، كيف تأتي المياه إلى البلد، كان بيحطوا أكوادكت قديمة ينقلوا المي، وأيضا المي اللي كانت تنزل من الحمامات أو التواليتات في مجاري أخرى، فكانوا متطورين في هذا الشيء. رح أتكلم عن أسلكه بالحكمة، لكن بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي.